بادئ ذي بد، وهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الانتهاء من تشكيل حكومته. أعتقد أخذ الوقت الكافي لتشكيل الفريق الوزاري الذي يرغب فيه، وبناء عليه هو شخصيا سيتحمل مسؤولية هذه الاختيارات، والتي نتمنى حقيقة له التوفيق بأن ينجح في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومة وتواجه الشعب الكويتي، ونأمل من المولى عز وجل أن يوفق في تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي. وبالتأكيد وفقا للمادة 50 من الدستور سنكون متعاونين معه إن شاء الله في إطار الدستور وقوانين الدولة. كما أهنئ الأخوة والأخوات الوزراء على نيلهم ثقة صاحب السمو أمير البلاد، وأتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. بالنسبة للإجراءات كما أشرت سابقا عن احتمالات، الآن لا توجد احتمالات، هناك حقيقة وهي أن الحكومة تم الانتهاء من تشكيلها. فسأوجه الدعوة لانعقاد أول جلسة قادمة يوم الثلاثاء القادم تاريخ 24، ستؤدي الحكومة الجديدة قسمها أمام البرلمان إن شاء الله في هذا اليوم، وتستكمل البنود الموجودة في جدول أعمال المجلس. في نهاية الأمر نتمنى أن ينجح سمو رئيس مجلس الوزراء وفريق الوزاري، لأن نجاحه هو نجاح للكويت والكويتيين، وتعثره لا سمح الله هو تعثر للكويت والكويتيين. وأؤكد ما قلته سابقا، هو أخذ الوقت الكافي لاختيار فريقه الوزاري، وبالتالي إن شاء الله يعني ينجح في تخطي كل التحديات التي ستواجهه، وإن شاء الله ينجح في تحقيق الطموحات الكبيرة المأمولة من قبل الشعب الكويتي.